خالد من الرياض، تفضل يا خالد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. السلام خالد. لو شيخ عندي سؤال. لحظة. أنا رايح مكة. يا خالد، خالد اقصر التلفزيون شوي لأن في ارتداد بالسماعة، قصر التلفزيون. تفضل تفضل. حاضر حاضر. طيب عندي سؤال، أنا رايح لمكة في رحلة عمل، يعني تستغرق يمكن 3 أيام أو 4 أيام كذا، فهل علي يدخل المحرم إلى مكة أو بدون إحرام؟ طيب يجاوب الشيخ. إذا أردت العمرة وتريد الثواب والأجر فإنك تحرم من الميقات الذي تمر عليه وتؤدي العمرة، أما إذا كنت لا تريد العمرة وإنما تريد العمل ولا تريد عمرة فهذا لا يلزمك أن تحرم، تدخل بدون إحرام، الإحرام لمن أراد الحج أو العمرة. نعم.